أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية رفضها قرار قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشأن فرضها حظرا جويا فوق بعض المناطق في العاصمة طرابلس ومحيطها، معتبرة ذلك تهديدا لسلامة الطيران المدني وجريمة جديدة يعاقب عليها القانون الوطني والدولي. وفي وقت اعترف المتحدث باسم قيادة قوات حفتر أحمد المسماري في مؤتمر صحفي بوجود عناصر روسية في صفوف قوات حفتر لصيانة قطع حربية على حد تعبيره، كشفت الوزارة في بيانها أن قيادة حفتر سلمت قواعد عسكرية جوية في وسط ليبيا وغربها وفي الجنوب والشرق ومرافق حيوية أخرى لأجانب. نذهب إلى طرابلس، معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي خليل كلاعي. خليل، يقول أحمد المسماري إن سبب فرض الحظر الجوي أو ما سماه الحظر الجوي هو تقدم قواتهم نحو طرابلس. أنتم على الأرض، هل تلاحظون هذا التقدم؟ نعم، الوضع العسكري جنوب العاصمة ليبيا طرابلس يشوبه شيء من الجمود العسكري إن صح التعبير، كلا القوتين قوات حكومة الوفاق الوطني إلى جانب الحدود الإدارية للعاصمة ليبيا طرابلس وكذلك قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تقريبا في أماكنها، مع تقدم طفيف للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني بعد سلسلة هجمات واستهدافات نفذتها في محور الرملة جنوبي العاصمة ليبيا طرابلس. ميدانيا يبدو هذا الادعاء غير دقيق، لا يزال كل طرف في موقعه، وبالتالي لم تتقدم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى مواقع جديدة على الأقل منذ 4 أو 5 أشهر. الطرفان يتبادلان السيطرة على ذات المواقع، وكما قلت الوضع يشوبه شيء من الجمود العسكري، لا هذا الطرف يتقدم ولا ذاك الطرف كذلك. إذن المتحدث باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر أحمد المسماري أعلن أمس في مؤتمر صحافي عن فرض حظر للطيران المدني والعسكري فوق العاصمة ليبيا طرابلس وأحوازه. هذا الحظر يخص أساسا جنوب العاصمة ليبيا طرابلس والمدن التي تقع في أقصى جنوب طرابلس والتي تعتبرها مسرحا أو مناطق لعمليات عسكرية مثل الترهونة وغريان. هذا الحظر يستثني مطار طرابلس معتيقة الدولي ويستثني تدقيقا أقصى شمال العاصمة ليبيا طرابلس الذي يعتبر مجال جوي لمطار معتيقة. هذا القرار بفرض حظر للطيران العسكري والمدني يأتي أياما قلائل بعد تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي، طائرة استطلاع، وكذلك طائرة استطلاع ثانية تابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم. بعض المتابعين هنا يربطون بين هذين الحديثين وبين تواجد جنود روس أقرت حكومة الوفاق الوطني من خلال ردها اليوم على اللواء أحمد المسماري، أقرت بأنه حفتر سلم خاصة وبالأساس قاعدتين استراتيجيتين، هما قاعدة الجفرة الجوية وسط البلاد وقاعدة الوطي غرب البلاد لهؤلاء المرتزقة للقيام بعمليات عسكرية لصالح حفتر. إذن ما يقوله هنا أيضا القادة الميدانيون أن هذا الإعلان، إعلان الحظر الجوي فوق طرابلس أو فوق الجزء الجنوبي من طرابلس وفوق المدن المتاخمة لها من الحدود الجنوبية، كان للالتفاف بشكل إعلامي صح التعبير على حظر للطيران أصبح أمرا واقعا وفق ما يقولونه فرضه أحد الأطراف الأقوياء، وبالتالي لا وجود لأي طيران عسكري لهذا الطرف أو ذاك، وهو ما استجناه هنا في طرابلس. بالفعل منذ 4 أو 5 أيام توقف الطيران التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر عن القيام بأي عمليات هجومية في مناطق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس. إذن كل هذه التفاصيل حاولت أن أجيزها في هذا التقرير لنتابعه. هذا المؤتمر الصحفي مهم جدا. يسهب المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في تفصيل الخريطة والإحداثيات، يشرح قرار حفتر بفرض حظر جوي يشمل الطيران العسكري والمدني فوق سماء طرابلس وضواحيها ويستثنى منه لأسباب إنسانية على حد قوله مطر معتيقة المدني. اليوم نعلن عن منطقة حظر جوي ممنوع الطيران فيها منعا باتا. إلا رد حكومة الوفاق اتهم حفتر بتسليم قاعدتي الجفرة وسط البلاد والوطية غربها لمرتزقة من شركة فاغنر الروسية بهدف إدارة عمليات عسكرية لحساب حفتر غربي البلاد وغرب البلاد صارت سماؤه مزدحمة بالطائرات المسيرة. أعلن في الأيام الماضية عن تحطم 2 منها، واحدة تابعة لسلاح الجو الإيطالي وثانية تابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا. تذهب بعض القراءات إلى القول بأن هاتين الطائرتين أسقطتا بسلاح غير تقليدي.
وذاك في حد ذاته جانب من مشهد ميداني متعدد الجوانب أصابه في الأيام الأخيرة ما يشبه الجمود العسكري، وميزه تغلغل روسي بدا ظاهرا أنه أقلق حلفاء حكومة الوفاق في واشنطن. لكن ما هي دوافع حفتر لفرض حظر جوي فوق سماء طرابلس؟ هو في حظر طيران كامل على طيران أو طيران حفتر، هذه الحقيقة، ولكن إعلام حفتر أراد أن يستغل الإعلان عن هذا الحظر في سبيل أن يوظفه لصالحه، ويريد أن يرفع معنويات جنوده، يريد أن يحط من معنويات جنودنا. يعتقد قادة في قوات حكومة الوفاق أن قرار حفتر الأخير مجرد التفاف إعلامي على قرار آخر غير معلن بفرض حظر للطيران العسكري فوق الأجواء الليبية. وبغض النظر عن مدى دقة هذا الاعتقاد، فإن جبهات القتال المختلفة جنوبي العاصمة سجلت غيابا لافتا لطيران حفتر في أجوائها، وهو ما يؤشر إلى أن الأزمة الليبية مقبلة على تطورات جوهرية، خاصة مع اقتراب موعد مؤتمر برلين. لحفتر اليد الطولة في سماء طرابلس، ذاك مأخذ إعلانه فرض حظر للطيران العسكري والمدني فوقها. أما الرد هنا في العاصمة ففحواه أن محاور القتال أولى باستعراض للطولة لمن كان يملكها. خالد العيد العربي، طرابلس، ليبيا. معنا من طرابلس الباحث في الشؤون السياسية الليبية عصام الزبير. أستاذ الزبير، إعلان قوات حفتر ما سمته حظر للطيران فوق طرابلس، هل هو أكثر من كلام دعائي فقط؟ أنا أعتقد، أحييك وأحيي كل من يتابع القناة، أعتبرها بروباغاندا إعلامية أكثر من كل شيء، قصد منها خلق الهلع والفزع للناس، خاصة أن قوات ميليشيات، أنا أقولها بصراحة، ميليشيات حفتر لا يعني تعمل وفق القانون العسكري ولا تعمل وفق الضوابط العسكرية، تقتل المدنيين بطرق عدة دون أي تأثير، دون أي ضرر. ولذلك عندما قصفت مطار معتيقة وأوغلت في القصف فيه، المشكلة أن حكومة الوفاق تأخرت خطوات، لم تكن لتجعل هذه الجريمة كجريمة حرب تعرض لها المدنيين، بعدم وجود مطار للعاصمة، بعدم يعني حصول المدنيين على أمور يعني سهلة وفي السفر ومن أجل العلاج ومن أجل حتى العمل. ولذلك استغل هذا الأمر لعدم وجود إجراءات قانونية وجنائية ضد ما يفعله من عمليات عسكرية. ألا تخشون هذا الأمر هو جعل نعم طب ألا تخشون سيد زبير أن يكون إعلان حفتر بخصوص حظر الطيران فعلا مقدمة لما هو أخطر ربما نحو طرابلس، هجوم كاسح؟ أولا هو قصف مطار معتيقة، وكان يومها حتى في وجود طائرات مدنية يعني ينزل منها مواطنين يهبط منها من الحج وغيره. هو يحاول أن يثبت أن هذا المطار عسكري، وهو يعلم أن في الأساس قاعدة عسكرية هي تم استخدامها كمطار مدني، وكانت من أيام القذافي مطار مدني ويستغل في هذه الأمور، ويتم الرحلات عن طريقه، ولا يوجد فيه أي يعني شكل عسكري واضح بالشكل الذي هو يتحدث عنه، أو أن هناك أصلاً ما فيش طائرات. هو لحكومة الوفاق لو كان عنده طائرات قادرة على ذلك لكانت الآن تقصف حكومة الوفاق. بينما حفتر عنده سيد عصام الزبير عنده الآن دعم دولي، الآن اليوم يعترفون بوجود دعم روسي عسكري على الأرض. هو هذه حتى هي احدى الاشكاليات التي نعاني منها من حكومة الوفاق، عدم يعني الدخول في المعركة حتى بالشان السياسي في الأمر، عدم دخولها بهذه الصورة حقيقة جعل من حفتر أن يصبح كأنه هو صاحب الشرعية. هو يأتي بالطائرات، يأتي بالمرتزقة، يأتي بالسلاح، خزن السلاح لمدة أكثر من 3 أو 4 سنوات حتى قاد هذه الحرب على العاصمة الليبية طرابلس، ورأينا مدى حداثة هذا السلاح ودخول دول مثل الإمارات بشكل كبير جدا واضح جدا في هذه المعركة بطائرات صينية الصنع والتي طالبت
قامت الصين الآن من الحكومة الليبية بإعطائها إثباتات أيضا قصف لمعسكر يوان مهاجرين، ونحن رأينا كيف عندما تم القصف، يعني عندما يتم التعامل مع المهاجرين من قبل البحرية الليبية كيف يحدث ذلك الصراخ وذلك العويل على أن هذه البحرية لا تلتزم بقواعد وأخلاق التعامل مع المهاجرين. هذا الأمر يجعل الآن من حفتر يعني وفق ما يرى حتى عدم وجود رؤية موحدة للمشكلة الليبية وعدم عقد جلسات لحل الأزمة الليبية في مجلس الأمن واتحادها على تطبيق قرارات المتحدة من القرار 1970 وقرارات حماية المدنيين. ولذلك نعتبر حفتر عميل موجود بأصابع إماراتية ومصرية وفرنسية وسعودية لإضفاء مشروع على شمال أفريقيا. شكرا جزيلا. ليس على ليبيا فقط. السيد عصام الزبير الباحث في الشؤون السياسية في طرابلس.